شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطة، بس ما كنتش متوقعة ان اشوفك. يعني اصلك بصراحة وحشتيني، قلت اجي بنفسي بقى عشان اعرف رأيك في القصيدة اللي كتبتها لك. اصل بصراحة تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي. يعني ايه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزمالة، لكن كل حاجة وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبرة الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام ابيح ولا حاجه؟ انت برضو مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه اجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصلي. لا يا سيدي متشكر. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها اركب لك تاكسي. لا هدفع انا. طب سالم يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضاربين ورق عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ مقري فتحتك متكلم عليكي، غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. خس كده بقى، يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا اتهيألي شفت خلقه حضرتك دي قبل كده. لا ما ظنش. جايز الواحد ياما بيشوف اشكال ما يعلم بها الا ربنا. انما على فين العزم في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عايشه. انت مش قلتي لي انك ساكنه في مدينه نصر؟ اه بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. وماله يا حبيبتي، ما هي سيدة عايشة تمشي برضو صلاح سالم ومدينة نصر والزمالك لو عايز. عليها أصوات. سحنة حضرتك مش غريبة علي، مش انت برضو تبقى ابن المسيد اللي هي بتبيع شبت وفضل وبقدونس على نص حر السمك اللي في النار خنشيف الوش؟ ايه ده بقى؟ ودي عرفت منين ان اسمك سيد؟ كلك ذوق وكفاحه والله العظيم، وانا من نوعيه الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحه اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين اللي هيدفع بقى البنديره؟ سعادتك ولا السنيوره؟ ما قلنا كلك ذوق وكفاح. ماشي. بس والله يا بنتي انت نفسك علوه قوي. صحيح كل فوله مسوسه ولها كيال معفن. ما بس بقى مش الصنطة في الأشكال اللي تمشي معاها، تمشي معاها من ورا أهلك. إيه يا ست أنت لو سمعتي الكلام اللي بتقوليه ده، على فكرة ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. أنا مالي، أنا بس هنصحك نصيحة عشان أنت زي بنتي. أوعي تخليه يسقيكي حاجة من إزازة مش متبرشمة، الإزازة لازم تبقى متبرشمة وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، وإلا تصحي تلاقي نفسك خائفة من شيء ما. بقول لك يا حاج ونبي، ما تشغل لنا الكاسيت لحسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكوا يعني. امنجهكوا ها؟ سي سيد جيت ابوسه، اير ولوالي بوسه، كل البنات بتبوسه، واشمعنى انا يا سيد؟ ردوا! واشمعنى انا يا سيد؟ سي سيد جيت ابوسه، اير ولوالي بوسه، كل البنات بتعيش، واشمعنى انا يا سيد؟ واشمعنى انا يا سيد؟ يا هو ده اللي حصل يا ماما. انا رضا ضمير، انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاه ابني شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم معاه ابني شويه. هتقضيها سنكحه بقى على قفا امك؟ انت بتزل ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تزل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد،
بس جه في وقت مش وقت يا ام سيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك. تصدق عم يوسف وان منت لو سمحت، دي الوقت دي مشكله عائليه وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا ام، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله، ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه ده، ايه الموسى اللي جايه علينا دي؟ جدال يا جي. يخرب بيتك يا بيت يا داليا، ايه القمر ده؟ يا سيد انا واقف جنبيك كيس جوافه يا اخي. يا داليا انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ داليا طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكه البنات المايصه بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو في قناه فضائيه، عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجحي، هم يطولوا يبقى في مذيعه زي القمر كده. اتصل بطولك يا ولد، هات له ميه وسكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا ابو راويه. مذيعه مؤدبه اشيل شرايط اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس ان اول مره بشوفك. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البراق. تعال جنبي يا توت، تعال جنبي يا حبيبتي. تعالي يا قمر. اسمعي دي، ما قلتليش يا رامي ايه اخبار البت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه يا امه، انت جايه تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ليه ان جيهان ما خدتش جواز؟ ما رضيتش ازعلك. ما رضيتش تزعلك عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي داليا. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها دهب؟ هيسرح معاك بالعربيه؟ هيخرب بيتك. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتك. ما تديله فرصه يا ام سيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجي لك فشل في شنبك يا بعيد. يا ام ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه تانيه خالص. اركن يلا. بس بقى يا امه اركن يا ولا، اركن يا ولا. مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا عند امي. طب وحياة امك ما انت راكبها. يا امه ما تكلمنيش انا اخبر. حتى سلم عليك. انتم يا امه انتم 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 على امك انتم. اركن يا ولا ماشي. اركن يا ولا. هات امي اكون سريعه وابا يا هالك عشان تتسرد وتبقى عامله زي. طب لا اركن يا ولا. يخرب بيتك داخلين على لجنه، داخلين على لجنه. يخرب بيتك ابني يا باشا ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحلم ومحدش يعبرنا. وين اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب؟ لا الكلام ده كان زمان، الحب ملوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راوية. صحيح أنا قبل ما سألتك يا أبو راوية، هي راوية دي بنتك؟ بنتي؟ راوية دي قصة حبي الوحيدة. ماتت بعيد عنك في أزمة لوكيربي. عارفة المشكلة دي؟ الطيارة اللي وقعت في ليبيا، حكاية كده يعني. ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها، أبو راوية. أمال أنت اسمك إيه؟ أبو عزة. يا عم وحياة أبوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. روضة دي يا عم كانت نشالة واتفرمت وهي بتنط من الاتوبيس، خلينا في اللي احنا فيه بقى. ما انا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضة قديمة في زمن الانترنت والرسايل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت الا في حالة واحدة بس، لو الانسان انقرض. انقرض؟ انقرض ايه؟ هو فر؟ انقرض يعني يا ابو روضة. حلو قوي، احنا كده فاضل لنا كاميرا التلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجة بتاكل الا الكلام ده. أنا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، إحنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهاردة أي شاب بياخد البت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها أعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا أبو راوية، مفيش قصة حب تعمر دلوقتي، العيال عايزة تتجوز عرفي وخلاص. إحنا في زمن العرفي. إيه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمة ورق ونكتب عقد عرفي؟ لا، إحنا نفتح مخنا حبتين. أوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسألوني أنا. الشاب من دول تسيبي له إيدك يمسكها، يلعب لك في شعرك مسجات وهق ومق، وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع المحظور وتاخد استماره سته. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البت مؤدبه ملهاش تجارب، جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالوني انا، انا قديم والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البت تحبك، حب البت تكرفك. البت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقول لك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقول لك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت اتثبت. اوعى اوعى تجري وراها،
خليها هي اللي تجري وراك زي المعزة الزرايبي لغاية لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لأبوها تقول يا بابا جوزهولي، ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني أنا اسمعوا كلامي، القرعة دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي شدت بنت ليا؟ تنك وراها لغاية لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصدي يعني تعمل أي حاجة عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك. يعني اقف تحت البلكونة اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده، هتعتبرها منك حركة جريئة من شاب جريء، وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه. وبعدين انت كشف ولا استشارة يا مشمش؟ يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله يا سيدي. ايه رأيك في صوتي؟ بس بيتها اهو. بيت مين؟ نعرف بيتها يا عم. طب ما تنادم عليها. نادم؟ ايوه نادم عليها يعني. تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا. نادم؟ طيب قولها ايه بس؟ نادم عليها كده. نادم؟ اه نادم. ما تقولش نادم. ايه اللي هو بينادي؟ قول يا هي يا هو يا يا اه يا اه يا اه يا اه. كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي ايه يا عم؟ استنى بس. هجيلك اقولك ان كلك على بعضك عندي بالحياة. قول معايا. هو ده. يلا. كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي جزار. يا عم يعني اللي ابوها جزار بتتختم؟ يا معلم احنا غلطنا بس يعني رد الفعل ده مش عاطفي. عاطفي؟ ليه؟ شايفني ببيع الورد في الفرنتاين؟ نهارك جملي وليلتك مفرومه بالصلاه على النبي. نقول السطوره بتولي. يا معلم سؤال بعد اذنك لو سمحت. هل ممكن بعد ما تضربونا تدونا كيلو لحمه ضاني؟ اوي اوي من عينيا. ماشيها مخاصي. لا قربني ما يضربش، انا بس اللي لطشه. هم فاكرين نفسهم ايه عشان هم جزارين نبقى احنا فريسه؟ لا يا حبايبي لا، ده احنا لحمنا اغلى بكتير قوي من المفتكر معفن اللي بيبيعوه. ولا لحمنا غالي ولا ايه؟ كده رخص خلاص. اهدي بس يا طارق، خناقه على الناس دي عمره ما يجيب نتيجه. لا يا حبيبتي لا، انا ده بيفور كل ما افتكر ان الواد كانوا بيضربوه بيلطشوه. سيد ده انا بس اللي لطشه، ده واد حساس ومتربي ما بيحبش الاقلام، مش زي الشحط ده. خلاص سيبوها، انزلي انزلي اللي بتوع المفتك الميت يا ام قلب ميت.
بس المشاكل ما تتحلش بالطريقة دي. عمر الخناق ما بيجيب نتيجة. وبعدين يا ابني انت ضربت سمعة البنت في مقتل. نفترض ان هي نازلة تجيب علبة صلصة او كيلو مكرونة مقصوصة من عند البقال، وطلع لها واحد عاطل عن العمل وقال لها نفسي يعني انت كان المفروض تبقى الطف من كده، تغني لها مثلا تخنوم، فاتك نص عمرك اللي ما شفته مصر، اكدب عليك، اكدب عليك 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 لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك ان كنت نسيتك همسة سميني نفسه قال السيد العاطفي، وطبعا اداره الاكاديميه ولا هي هنا، وده ما يرضيش حضرتك. صدقيني شبابنا في خطر، وده تحريض الشباب على المسخره وقله القيمه. انت هذا اللي قلت البنت بتاعتي تكرب لي وتديني على دماغي؟ اعوذ بالله يا باشا، ده انا لا عشت ولا كنت. امال مين انت؟ العفو يا باشا العفو، ده انا حاطه اخرس امبارح قريت جواب من اللي كاتبهم، ما عرفتش انام طول الليل، جسمي اشعر من الكلام اللي زي الرصاص. اتفضلي حضرتك. جميل تاكد ان انا هكون في منتهى الحزم والقسوه. ايه انت اللي اسمك سيد العاطفي؟ ده شكل عاطفي يا باشا، هو العاطفي اللي بتدوروا عليه. انت عايز منه ايه؟ معاك اذن نيابه؟ ليه احنا داخلين شقه؟ انت معايا بيتك ولا ايه؟ خدوه على البوكس. تيجي فين يا باشا؟ دي مالهاش دعوه. امشي انت يا داليا، قصدي يا شاطره، يا اللي مالكيش اسم معرفهاش. هاتوه على البوكس. شفتوا بقى اخره الحب ايه؟ عشان تعرفوا بس. دادي يومات سيف سيد او النبي يومات سيف سيد يبارك لك يا صلاح بيه. الواد ده لا يطاق، انا هتدخل في الموضوع وانقذه عشان خاطر المرحومه وبس. ابن اصول والله. الله، مين الحلوه الاموره دي؟ ما تعرفوني بيها؟ دي داليا بنت عم يوسف جارنا، ده هي اللي جريت وبلغتني والنبي. الله، بنت عم يوسف. الله، كبرت ليه كده يا بنت؟ متشكره يا باشا، بس يا ريت بالحق سيد. رجالة سعادتك يا سعادة الباشا عايزين ترضوها هي وابوها من البيت. طبعا راجل طيب زيك وامير وفل هنا وبفتة بيضة، ما رضكش تعمل فيهم كده؟ لا يرضيني ازاي؟ باربي خدي طنط حنفية على الاسم مع المستشار القانوني ويحل الموضوع هناك. يلا ده العشم برضو يا امير يا ابن القمر. انا هقعد مع الانسة عشان ادرس الموضوع كويس. كمان 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 I'll tell you something sweet, but please, please understand me. طب بلاش بقى فرنساوي، كلميني انجليزي عشان افهمك. اوكي. جيهان جيهان في ايه تاني يا سيد؟ في ايه تاني؟ لسه خارج من الحجز عليك يا عادل، وتقولي لي في ايه تاني؟ طب كويس والله ان انت مش جاي لي هربان من السجن وجايب لي مصيبه جديده، مش كفايه اللي حصل لي في بيتنا بسببك والموبايل اللي خدوه مني؟ موبايل ايه يا جيجي بس؟ ما انت عارفه ان انا ما اقصدش، وكمان عارفه اني بحبك وبحبك اكتر من اي حد في الدنيا دي. تقوم تفضحني كده يا سيد؟
افضحك ايه بس بقى؟ ما انت بصراحه اشتغلتيني في حوار كده مش حلو، وقلتي لي ابوكي رجل اعمال وطلع جزار. عندك لو سمحت، انا لسه عندي كلمتي، انا فعلا بابايا رجل اعمال، بس رجل اعمال متخصص في الثروه الحيوانيه. انت مكسوفه تقولي جزار؟ هو حد طايل يا بنتي؟ على الاقل بيبيع اغلى سلع في البلد. يا سلام يا اخويا، وانت بقى وكلامك عن امك، وبالاخر ماما طلعت تاكس. تاكس؟ انت شرشحيلي اجيال في الشارع ولا ايه؟ انا فيه اللي مكفيني يا سيد، وكمان كفايه المعامله اللي بيعاملوهاني في البيت. وبصراحه كده بقى انا متقدم لي عريس. عريس؟ يعني ايه؟ يعني جاهز وعنده شقه وفارشها وابن خالتي، وما اقدرش اقول حاجه. طب وانا؟ انت ايه؟ انت تشد حيلك ويا ريت تيجي تتقدم لي من بكره. اتقدم لك؟ انت بتهيسي ولا ايه؟ هو في شاب في ظروفي ولسه في الجامعه.